الاعتصامات والمظاهرات من الأشياء اللي اليوم كثر استعمالها كوسيلة للضغط على ولاة الأمور في العالم الإسلامي. شنو حكم هذه الأشياء وهذه الممارسات؟ خلينا نسمع كلام الألباني بعدين نتكلم عليه بشيء من الشرح. باختصار، إن التظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلامية أصلا هذا خروج عن تاريخ المسلمين وتشبه بالكافرين، وقد قال رب العالمين: ما يشاطر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين في كل شيء وله ما تولى نصه جهنم وساءت مصيرا. أولا، الكلام لمن يعظم علماء السنة مثل الألباني وابن باز وابن عثيمين ويعلم أنهم هؤلاء كانوا نصحاء للأمة، هذا أولا. الثاني، أن هذا يتعلق بالأحكام السياسية الشرعية التي أولا بيّنتها الشريعة في أحكام كثيرة وأمرت بالسمع والطاعة لولاة الأمور والصبر على ظلمهم وجورهم.